بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في القناة الطبية. النهاردة مع دواء جديد هو نيكاسافار. نيكاسافار أقراص لعلاج خلايا سرطان الكبد. يحتوي على المادة الفعالة سورافينيب. هذه المادة تعمل على تثبيط إنزيمات الموجودة داخل الخلايا السرطانية، مما تسبب خلل في وظائفها الحيوية وتقضي عليها عن طريق إيقاف عملية نموها وإيقاف تكاثرها. وتعتبر الخلايا السرطانية هي خلايا متحولة في جسم الإنسان، ويستعمل نيكاسافار في قضاء على الخلايا السرطانية الموجودة في الكبد. أول حاجة هنتكلم عليها إيه هي دواعي استعمال نيكاسافار أقراص. يستعمل نيكاسافار أقراص في علاج إيقاف تكاثر الخلايا السرطانية الموجودة في الكلى والقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة في الكبد. يستعمل في علاج الحالات المتأخرة من سرطان الكبد الأول الخبيث، ويعالج سرطان الغدة الدرقية، ويساعد في علاج أعراض مرضية أخرى يوصفها الطبيب المعالج. هي الدراع وهي طريقة الاستعمال لنيكاسافار. الدراع المعتادة للبالغين قرصين يوميا. تأخذ الدرع مع كوب من الماء قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين، ويلزم استشارة الطبيب المعالج قبل تناول الدواء لمعرفة أوقات الجرعة ومقدار الجرعة حسب حالة المريض. إيه هي الآثار الجانبية لنيكاسافار أقراص؟ بعد تناول المريض لنيكاسافار أقراص قد يحدث أحيانا شعور بالحكة وطفح جلدي وجفاف في الجلد وشعور بالإسهال والإمساك. ايضا من المحتمل ان يكون هناك فقدان في الشهية، وايضا فقدان في الوزن، وبعض الاضطرابات في القناة الهضمية، وشعور بالام في البطن، وقلة في الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء، ونقص في المناعة المكتسبة في الجسم، ايضا فقر في الدم، وايضا ضعف وارهاق، وبعض المشكلات العصبية. ايه هي موانع استعمال نيكاسافار؟ يمنع استعمال نيكاسافار للأشخاص اللي عندهم حساسية زائدة من مكونات نيكاسافار. أيضا يجب استشارة الطبيب المعالج قبل تناول الدواء بالنسبة للسيدة الحامل والسيدة المرضعة، وطبعا لأنه هذه الأدوية فيها خطر على حياة الطفل الرضيع والطفل الجنين. إيه هي التحذيرات والاحتياطات المفروض نتمسك بيها عند تناول نيكاسافار أقراص؟ طبعا مرضى ارتفاع ضغط الدم يجب ان يحذروا منه، والافضل هو استعمال دواء غيره. ايضا النزيف والفشل الكلوي، ايضا ثقب في الامعاء. التلات حاجات دول المفروض ما يستعملوش نيكاسافار. ايه هو سعر نيكاسافار؟ يتوفر نيكاسافار في مصر بسعر 16 جنيه مصري للعلبة، وطبعا الاسعار بتتغير باستمرار. أرجو في نهاية الفيديو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو من حضراتكم دعم القناة بالاشتراك في القناة وضغط لايك وتفعيل الجرس وعلى المشاركة للفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستني تعليقاتكم في أسفل الفيديو أي أسئلة اكتبوها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.